تهيئة المقبرة الكبرى للرباط. هذا مشروع السابقة بمبادرة من السيد الوالي الله يجازيه بخير ومشاركة الجماعة ومساهمة قوية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لأن عندها جزء من العقار اللي دارت فيه المقبرة الكبرى يعني للرباط اللي حدا مقبرة الصديق في اليوسفية في الشارع ديال رضا قديرة اللي من إلا كنت نازل جهة الحي الصناعي. درت تهيئة الشطر الأول ب 4.5 مليون ديال الدرهم في المرة السابقة، 4.5 مليون 5 مليون درهم بين 4 و5. مزيان، جيتو في الدورة فبراير الماضي خديتو من 7 ديال الأسطر المالية الفلوس، ديتو السطر مالي واحد اللي هو أشغال تهيئة المقبرة الكبرى للرباط، درتي فيها 6.963 مليون درهم. واش يصرف مورا 963 ألف؟ عادة الأرقام ما كنعرفش فيهم كاسي، عادة هاد الأرقام ما كنعرفش فيهم، ولكن زعما المهم داكشي الآخر ما إذا داروا ب 6 مليون بمعنى 600 مليون و 963 ألف ديال الدرهم. باش يجمعوا داك الصرف كله قالوا هادشي في فبراير، داروا صفقة في 16 فبراير 2023 خرجت غير ذات جدوى انفركتيوز، عاودوا فتحوا ديك الصفقة نهار 21 مارس 2023، عطاو ديك الصفقة في 30 مارس 2023، وتعطات الصفقة ب 7 مليون وربما 64 ألف درهم و 602 عفوا 7.602 ألف ديال الدرهم. واش صرايف بمعنى 760 مليون سنتيم. طبعا طلعت في الكلفة ديالها ب 17% مقارنة مع التقدير، هذاك اللي دار 17% راه عارف، لأنه إلا دار 20% غادي يقول لي يعني اكسيسيفمون شير في ديك الماتش غادي 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 يحيدو. إلى حدود الآن ما عندنا مشكل، عندك 6 مليون و963 ألف درهم تحت يديك في فبراير جمعتيها، جيتي درتي صفقة ب 7.602 ألف ديال الدرهم، شحال انت محتاج؟ هو الفرق بين 7.602 و 6.963. وباش نكونوا معلمين الحساب، ملي غتجي دير لونكاجمون مع الخزينه خصك 1% من مبلغ الصفقه، بمعنى خصك 76000 درهم اخرى. هادشي كله شحال المبلغ ديالو اللي خاص؟ هو 715000 ديال الدرهم. جيتي في البرمجه الفائض درتي 3 مليون ديال الدرهم، علاش غدير بها؟ انت محتاج 700000 715000 ديال الدرهم. محتاج انت 71 مليون جيت برمجتي 300 مليون. شنو كيعني هاد الكلام؟ شنو كيعني تشيار في الارقام؟ ولا بغيتو في المنظومه هذا منطق التشيار باضافه زينه من الاصفر. بنادم غير كيجو كيشير، محتاج 71 غناخذ 71 72، وهذيك ال 230 اخرى ديال المليون اللي خليت تما نعاود نشوف الدوره ديال اكتوبر حيده من هنا عاود دير شي بلاصه اخرى، نبقى هنا حاضرين غير معكم كشكاش على البيبون على الارقام. هذا كيبين واحد الرداءة في الطريقة ديال التدبير وديال الاشتغال في عقا سميك. الكلام هو هذا، وإلا راك يمكننا نقولوا كلام آخر. لما تكون بين أيدينا الوثائق تلغي تجمع في شهر جوج وتاخذ وتكون عندك الحاجة الآن وتجي تاخذ أكثر من داكشي اللي بغيتي 4 ولا 5 مرات، ما عندها يعني حتى منطق. اما واحد الفيلم وهي النقطه العاشره ما قبل الاخيره ديال الصيانه ديال الاناره العموميه، واحد الفيلم طويل، فيلم طويل الصيانه ديال الاناره العموميه دارت يوم 15 فبراير 2022، تم فتح اضرفه ديال الصفقه اللي اعلنتها جماعه الرباط، ورست هذه الصفقه بمبلغ يتجاوز 62 مليون ديال الدرهم، 6 ملايير و200 مليون، وكان صرف موراها شحال كانت؟ كانت مني جينا حنا عاود السي عبد الصمد، انت واحد الراجل حتحناش بغيتي عندي دابا هذا عبد الصمد غير ما عاود يجبد لي شي مواجع اخرى باش يبان هذا الرقم. هذا حنا مني جينا في 2015 لقينا كاينه صفقه اطار ديال 3 سنوات مديوره ب 11 مليون و750 ألف درهم، مليار و175 مليون سنتيم. مني تسالات ديك الصفقه عاودنا ديك الصفقه نفسها بنفس المعطيات بنفس الخصائص بنفس دفتر التحملات، ورست ب 9.6 مليون فرانك، بمعنى نزلناها من مليار و175 مليون ل 900 مليون و600 ألف فرانك، نزلنا ب 23% نفسها. طيب انصافا خصنا نقولوا الصفقه الحاليه ماشي هي الصفقه السابقه من حيث حجمها ومن حيث نوعيه الخدمات فيها. علاش كفي ذلك؟
استاد الملاير راه ربط كل جديد عمليا في الاناره وجزء منه باقي في الضمانه النهائيه ديال الشركه اللي اشتغلت. على كل حال حنا شي ما بغيناش نتكلموا فيه الان. شكون تيعرف الصمد عندي؟ طيب غير في هذه الصفقه هذه المبلغ ديالها 62 مليون ديال الدرهم، هذه بمقتضى الماده 181 من القانون التنظيمي كتدخل الماده 181. شنو كتعني؟ كتعني النفقات الاجباريه وداخله فيها هذه حيت هي ضمن العقود. بمعنى ملي تجي دير البرمجه خصك توجدها، خصك توجدها. طيب ملي جيتو ديروا الميزانيه 23 شحال درتيو؟ شحال درتيو؟ درتيو 300,000 درهم، درتيو 30 مليون سنتيم. والله 300 مليون سنتيم والله ما جات حيت 62 مليون ديال الدرهم و 400,000 ما وصلوش لا فيركول اللي مورا استاد الملاير، ما وصلوش. هذيك استاد الملاير ما صرفناهاش، درتي 30 مليون كاع ما تخديك غير داك الطرف، الطرف اللي من الجهه الاخرى ديال 62 مليون ديال الدرهم اللي برمجتي. تقول ماشي معقول، ماشي معقول. انت خصك تخلص استاد الملاير و 200 و 400,000 درهم، جيتي برمجتي 30. الله يسخر. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.